كلاسيكو اوفى بالوعود ديالو، مقابله كانت في المستوى الرفيع، مقابله جميله لا في الشوط الاول ولا الشوط الثاني. ربما التحول في المقابله بالنسبه وضياع ضربه الجزاء اللي كانت تعطي التقدم من فريق الرجاء البيضاوي، فلما ضاعت كاعتقد ان اللاعبين خذوا الثقه اكثر وسجلنا هدف رائع كذلك من ضربه خطا. على العموم المستوى التقني كان جيد وهذا كيزيد يزكي الصحوه ديال كره القدم المغربيه، وكنظن ان فريقين كبار الجيش الملكي والرجاء البيضاوي فدائما ما كيعطيونا واحد لقاءات ممتعه، واحد النديه، واحد الحماس داخل الملعب، وهذا كذلك تجلى حتى في مدرجات مع الجمهور، لا فريق جمهور الرجاء ولا جمهور ديالنا فريق الجيش الملكي، اللي كنقدم لهم التحيه ديالي والدعم ديالهم الكبير والمؤازره للفريق ديالنا. على العموم فوز مستحق، وكنهني اللاعبين بطبيعه الحال لان هما لي زاكتور اللي كانوا في الملعب. هذا الانتصار اليوم غيعطينا واحد الثقه، واحد الدعم كذلك معنوي ان شاء الله في المستقبل ديال الجولات، وكنظن ان فريق الجيش الملكي كما قلت مع نهاية الشوط الأول إن شاء الله غادي نرجعوا بواحد القوة، وغادي نأكدوا القوة ديالنا كفريق كبير داخل المنظومة الكروية في المغرب إن شاء الله. الهدف الأول ديالنا مع الفريق كان هو احتلال المراتب المتقدمة والبحث عن مركز في البطولة الإفريقية السنة المقبلة. يمكن من الدورة 25 ولا 24 أنا ذاك عادي يمكن نتحدثوا على المنافسة على اللقب. حاليا حنا كنطمحوا باش نجمعوا عبل أكبر عدد ديال النقاط، ولما نشوفوا راسنا عندنا الإمكانيات والنقاط اللي تسمح لنا باش ننافسوا أنا ذاك غادي نعلوا على المنافسة ديالنا على اللقب إن شاء الله. كنظن اولا جمع النقاط او كما قلت لك ما غاديش نقول لك نضمنوا البقاء ديالنا، فاحنا كفريق كبير ولا الفرق الكبرى في المغرب الجيش ولا الوداد ولا الرجاء ونزيدوا الفاتح وبعض الانديه، فما مسموحش ليها باش تقول لك غادي نلعب باش نبقى باش نجيب 33 نقطه او من هذا القبيل. فالطموح ديالنا اكبر والطموح كيزداد مع المنافسات. كنظن ما تغير شي حاجه كثيره، فربما النتائج ما حالفاتش الفريق مع الشوط بدايه الشوط الاول وكذلك في النص ديالو،
ربما لما جيت كان عندنا لقاء مع اللاعبين وتكلمنا على بعض النقاط وحطينا واحد الاهداف وواحد استراتيجيه عمل اللي غادي نمشيو عليها، والحمد لله فكان التوفيق من عند الله وكذلك مجهودات ديال جميع مكونات فريق الجيش الملكي وكذلك حتى المؤازره الكبيره ديال الجماهير ديالنا. هذا هو يعني السير اللي كاين، ما كاينش شي حاجه. لا انا جاوبت قبيله على الاخت السؤال، ما غاديش نوعد حتى شي واحد، لان ما كره القدم هذه هي معك وغدا يمكن تقلب عليك ولا شي حاجه، فما يمكنش نعطيك وعد ولا شي حاجه. احنا غادي نلعبوا مباراه ونشوفوا راسنا الا كان عندنا امكانيات باش نمشيو بعيد في المنافسه، فهذيك الساعه غادي نقولوا. شكرا، والسلام عليكم. سبحان الله.